أهلا بكم في العرض على إيجاد معادلة الاقتران الخطي. دعونا نبدأ. لنفترض أن لدينا نقطتان، ولنفترض أن النقطة الأولى هي 1, 2، والنقطة الثانية هي 3, 4، وأريد إيجاد معادلة الخط من خلال هذه النقاط. إذن دعونا على الأقل نجد كيف يبدو الخط. النقطة 1, 2 تقع هنا، كذلك النقطة 3, 4 تقع هنا، وإذا رسمت خط بينهما فسيبدو هكذا. إذن ما نريد فعله هو إيجاد معادلة هذا الخط. حسناً، نحن نعلم أن صيغة معادلة الخط هي y تساوي mx زائد b، حيث m هي الميل، وهذا يخبرنا كيف أن الخط يكون عمودياً. ولا أعلم لماذا تم اختيار B وM بالذات، علينا إجراء بحث حول هذا السبب. B عبارة عن تقاطع Y، وتقاطع Y عبارة عن التقاطع مع محور Y. المسألة يمكن أن تنظر إليها وتقوم بحلها، لكن دعونا نقوم بهذا رياضيا. إذن معادلة الميل M تساوي الارتفاع مقسوم على المسار، ولرؤية هذا بطريقة أخرى وهي المقدار الذي يبعده عن محور X كم يكون ارتفاعه. حسناً، دعونا نقوم بحسابه. الارتفاع هو نفسه مقدار التغير فوق محور Y، والمسار هو مقدار التغير على محور X، ودلتا Y أي هذا المثلث يعني التغير في Y، ودلتا X تعني التغير في X. حسناً، دعونا نأخذ نقطة البداية ولتكن 3, 4. دعونا نذهب من النقطة 3, 4 إلى النقطة 1, 2. التغير في y هو 4 ناقص 2، والتغير في x هو 3 ناقص 1. قمنا بأخذ 4 ناقص 2 وقسمناها على 3 ناقص 1، هذه 3 ناقص 1. فإذا أردنا استخراج الناتج سنحصل على 4 ناقص 2 تساوي 2، أيضا 3 ناقص 1 تساوي 2. إذن الميل يساوي 1، وهذا منطقي لأنه عندما نتحرك بمقدار 1 على محور X فسنتحرك للأعلى بمقدار 1 على محور Y، وعندما نتحرك بمقدار 1 إلى اليسار على محور X فسنتحرك بمقدار 1 للأسفل على محور Y. إذن نحن نعلم الآن أن المعادلة هي Y تساوي 1X زائد B، حيث قمنا بإيجاد الميل وهي تساوي 1، لذا تصبح المعادلة Y تساوي X زائد B. الآن كل ما علينا فعله هو إيجاد B. حسناً، كيف يمكن لنا القيام بهذا ولدينا 3 متغيرات؟ يمكننا استبدال واحدة من أزواج النقاط ب x و y، وهذا منطقي لأنه يجب على هذه النقاط أن تحقق المعادلة، لذا دعونا نأخذ الزوج الأول هذا، حيث x تساوي 1 y تساوي 2، فتصبح المعادلة 2 تساوي 1 زائد b. إنها معادلة سهلة الحل، نحصل منها على B تساوي 1.
وهذا يخبرنا بأن معادلة هذا الخط هي y تساوي x زائد 1. إنها معادلة مباشرة ومنطقية. تقاطع الواي هو 1 وهو يقع هنا، والميل هو 1 وهو واضح جدا. المقدار الذي نتحركه إلى اليمين سنتحرك بنفس قيمته للأعلى، إذن الميل هو 1. دعونا نحل مسألة أخرى لنفترض أنني أريد إيجاد معادلة الخط بين النقطتين سالب 3 و 5 و 2 و سالب 6 حسنا، نقوم بالشيء نفسه. الميل يساوي التغير في y على التغير في x. لنأخذ هذه كنقطة البداية ونقول سالب 6 ناقص 5. إذن سالب 6 ناقص 5 مقسومة على 2 ناقص سالب 3. 2 ناقص سالب 3. وعليك أن تكون حذرا بخصوص الإشارات هنا. إذن 2 ناقص سالب 3. حسنا، سالب 6 ناقص 5 تساوي سالب 11، و 2 ناقص سالب 3 هذا يعادل 2 زائد زائد 3، أي يكون الناتج 5. إذن لدينا الميل ويساوي سالب 11 على 5. ولاحظنا أنه إذا استخدمنا في المقام سالب 6 هنا كنقطة بداية، فيكون علينا أن نستخدم في البسط الاثنان كنقطة بداية. وبإمكاننا حلها باستخدام الطريقة الأخرى، فيمكن أن نقول 5 ناقص سالب 6 مقسومة على سالب 3 ناقص 2. وفي أي حال سنحصل على هذا، سيكون ناتجه 11 مقسومة على سالب 5. وإذا قمت باستخدام السالب 6 أولا فيجب أن تستخدم الاثنان أولا، وإذا استخدمت الخمسة أولا عليك أن تستخدم الثلاثة أولا. حسنا، على أي حال نحن نعلم أن الميل هو سالب 11 على 5، إذن معادلة هذا الخط تكون y تساوي سالب 11 على 5x زائد b. الآن يمكننا أخذ واحدة من هذه الأزواج في الأعلى وتعويضها، وذلك لإيجاد b. دعونا نأخذ الزوج الأول، حيث x تساوي سالب 3 y تساوي 5. 5 تساوي سالب 11 على 5 مضروبة في x وهي سالب 3 زائد b، أليس كذلك؟ عند تبسيطها تصبح المعادلة خمسة تساوي 33 على 5 زائد b. إذن b تساوي 5 ناقص 33 على 5. وهي تصبح بهذا الشكل. إذن b تساوي 25 ناقص 33 كلها مقسومة على 5، وهو يساوي سالب 8 على 5. إذن معادلة الخط وهي واضحة جدا، دعوني أكتبها بلون آخر من أجل التأكيد. y تساوي سالب 11 على 5x
ناقص، إذن y تساوي سالب 11 على 5 x ناقص 8 ناقص 8 على 5 أتمنى أن هذان المثالان قدما لكم الفكرة كاملة لكيفية حل مسائل معادلة الخط. وإذا واجهتم أي مشاكل فربما عليكم أن تحاولوا حل المسائل التي عن ميل الخط أو مسائل تقاطع الواي بشكل منفصل. أتمنى أني قد أمتعتكم. إلى اللقاء.